رمضان. كنشوفوك في بزاف المسلسلات، ابن الحلال، الاسطوره، نصر السعيد، كل مسلسلات تشير الى العنف وخصوصا في شهر رمضان. واش ما نقدروش نشوفوك في مسلسل كوميدي او ديني في هذا الشهر الكريم؟ السلام عليكم. يوسف شراوي عن جريدة سفير المسحات. بالعكس انت انقذتني من السؤال. طبعا يعني انا بدايتي ممثل وما زلت ممثل. الدراما صاحبة فضل عليا كبير جدا، ان هي وصلتني من اول حاجه، وصلتني للجمهور المغربي بدايه من مسلسل ابن الحلال، مسلسل الاسطوره، نصر السعيد، زلزال اخيرا. والله فكره مسلسل ديني، ممكن تقول ان المسلسلات اللي انا عملتها دينيه برضه، لان الدين المعامله يعني بس ان شاء الله انا اتمنى ان انا اكسب شخصيه، من طموحاتي ان انا اعمل شخصيه بلال، سيدنا بلال مؤذن الرسول. وبالفعل شغالين على هذا المشروع، ان شاء الله في السنوات القليله القادمه ان شاء الله تشوف مسلسل سيدنا بلال.